أجرى وزير الخارجية سامح شكري في باريس اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين. يأتي هذا في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج ولدعم مرشحة مصر وإفريقيا. مشير خطاب كما التقى شكري مع المندوبين الدائمين لكل من السعودية والإمارات والبحرين لتنسيق المواقف. والتقى شكري مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه لبحث خطوات التحرك وسبل تقديم أشكال الدعم كافة للمرشحة المصرية.